نظمت جامعة إقليم سبأ ندوة علمية بعنوان أهمية الأقاليم في إطار الدولة الاتحادية سياسيا واقتصاديا وثقافيا وإعلاميا. وقد قدمت الندوة التي أقيمت تحت شعار المستقبل أفضل بتطبيق الأقاليم تفصيلا واسعا حول أهمية الأقاليم في بناء الدولة ومدى إسهامها في إيجاد التنافس في خدمة المجتمع. فقد عانى اليمنيون الكثير والكثير من النظام السابق الذي يحول الدولة إلى ملكية عائلية تمارس الدكتاتورية بأشكال مختلفة، نتيجتها عدم استقرار البلد ودخوله في أزمات يعرفها الجميع. وقد استعرضت الندوة التي حضرتها السلطة المحلية وحشد من الأكاديميين وطلاب الجامعة مدى التقدم الذي وصلت إليه الدول التي طبقت النظام اللامركزي وكفاءتها في خدمة المواطن في إطار توزيع عادل للسلطة والثروة. وتطرقت الندوة للجوانب الإيجابية التي سيحظى بها المواطن اليمني نتيجة تطبيق نظام الأقاليم الذي سينعكس على المجتمع بشكل إيجابي في عدد من المجالات وخصوصا في المجال الاقتصادي والسياسي والثقافي نتيجة تكافؤ الفرص لكل الأقاليم. أجمع أكاديميون واقتصاديين أن الدولة الاتحادية ستضمن تحقيق نهضة اقتصادية للأقاليم بصورة خاصة واليمن بصورة عامة، كما أكدوا أن الانتقال إلى الدولة الاتحادية سيعمل على إعادة توزيع الثروة لصالح الأطراف والأقاليم بدلا من تركزها في المركز، وستحدث تنافسا على التنمية باستغلال الموارد الطبيعية والمحلية. كما فندت الندوة المزاعم التي تثار حول نظام الأقاليم وأنه بداية للانفصال والتشظي ومدى استغلال هذا التوظيف الخاطئ في تزييف الوعي المجتمعي نحو القبول بتكريس السلطات وسوء توزيع الثروة. هناك مفهوم مغلوط للأقاليم، وكأن مفهوم الأقاليم كأنه بداية للانفصال، وهذا كلام غير صحيح، بل هو مغالطة ومحاولة التدليس على المجتمع. حتى الديمقراطية تمثيلية وتشاركية وتداولية، أنا وبعدي الطوفان مشوار، أنت واحد وألف سواء، بمعنى أنه حتى الديمقراطية التي تبرز يجب أن تأخذ بعين الاعتبار التمثيل في الحكم والتشارك والتداول، ثلاثة عناصر تقوم عليها الديمقراطية في الدولة الجديدة. وتأتي هذه الندوة التي حظيت بتفاعل كبير من الحاضرين في إطار أنشطة جامعة إقليم سبأ الرامية لصناعة وعي مجتمعي ناضج نحو القضايا العامة التي تهم المواطن وتزيد في وعيه. محمد القليصي لقناة سهيل، مأرب.